على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. مولاي صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين وصدق الرسول الأمين، أدام الله عزكم ونصركم وخلد في الصالحات ذكركم. بمناسبة ختام أشرار الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 التي تزامنت واحتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، يشرف خادم الأعتاب الشريفة السيد محمد عزاوي رئيس مجلس جماعة الوجدان أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء وأطر مجلس الجماعة وساكنتها بتقديم أحب التهاني والتبريك إلى السلطة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، داعيا إلى الله عز وجل أن تحل هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يبارك جهوده ليحقق لشعبه الوفي كل ما يسمو إليه من تقدم وازدهار. ولا تفوتنا هذه المناسبة الدينية يا مولاي دون أن نوجه التهنئة الخالصة لكافة الشعب المغربي وإلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، راجين من الله تعالى أن ينعم الله عليهم بالخير واليمن والبركات. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملاذا لشعبكم الوفي ومحققا لآماله ودانيا لسرح أمجاده ونهضته، وأدام نصركم وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينكم بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة المسرورة للا خديجة، وشد عرضكم بشقيقكم المحبوب صاحب السمو الأمير الجليل مولاي رشيد وباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه تعالى سميع مجيب وبالإجابة قدير، والسلام على المقام العالي بالله. حرر بوجده في يوم 14 ربيع الثاني 1475 الموافق ل 25 أكتوبر 2023 خديم الأعتاب الشريفة رئيس جماعة وجده محمد عساوي.